ما حكم قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق؟ والله ما أدري عن صحة هذا الخبر أن يصل رأس المرأة إلى نصف ساق، ولكن الله على كل شيء قدير. إذا وصل إلى نصف ساق فلا حرج عليها أن تقصه إلى القدر المعتاد بين النساء على وجه لا تتأذى به. وأما إذا كان الرأس على الوجه المعتاد الذي ليس فيه عادية، فإن أهل العلم ولا سيما فقهاء الحنابلة رحمهم الله كرهوا قص شعر الرأس من الأمام أو الخلف. لكن إذا قصته على وجه يكون مشابها لرأس الرجل كان هذا القص حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فإذا قصت المرأة رأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة بالرجل، سواء قصدت التشبه أم لم تقصد، لأن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه نية التشبه، إذ أن التشبه تحصل صورته ولو بلا قصد. فإذا حصل صورة التشبه كان ممنوعا، ولا فرق في هذا بين التشبه بالكفار أو تشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة، فإنه لا يشترط فيه نية التشبه ما دام وقع على الوجه المشبه. ولكن ينبغي أن نعرف ما هي حقيقة التشبه. حقيقة التشبه أن يقوم الإنسان بفعل شيء يختص به من تشبه به، من تشبه به فيه، بأن يكون هذا الشيء من خصائص الكفار مثلا، هذا الشيء من خصائص النساء، هذا الشيء من خصائص الرجال. فإذا كان هذا الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله سواء بقصد أو بغير قصد، أي سواء كان بقصد تشبه أم بغير قصد تشبه. وكذلك إذا كان من خصائص الرجال فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعله، وإذا كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجل أن يفعله. بارك الله فيكم.